مرحبا بكل متابعي ومشاهدي القناة. اليوم نتكلم عن فكرة الأسترولوجي أو التنجيم أو معرفة المستقبل من خلال مواقع النجوم وتحرك النجوم في السماء طبعا نسبة إلى الأرض. التنجيم فكرة قديمة وتعتمد أيضا على الكونستليشن أو ما يسمى بالأبراج، وطبعا من الأبراج أتت فكرة برجك هذا اليوم أو حظك هذا اليوم التي انتشرت في 50s و 60s قرن العشرين. لكن بداية الفكرة أن مواقع النجوم تؤثر على حياة الإنسان أتت عندما كان البابليون القدماء يراقبون ويسجلون مواقع النجوم خلال طول السنة، طبعا السنة الشمسية، فرأوا أن النجوم تتحرك في السماء في كل فصل معين من فصول السنة، ولهذا ارتبطت مواقع هذه النجوم بالأحداث التي طبعا تحدث خلال السنة، وأهم شيء هو التجارة والزراعة في ذلك الوقت. رأوا أن النجوم أيضا تدور دورة سنوية، ونفس النجم أو نفس مواقع هذه النجوم تتكرر في نفس الفترة من كل سنة، وربما هذا هو الذي أدى إلى ربط موقع هذا النجم وما يسمى بالأبراج. فالبرج هو مجرد مجموعة من النجوم تكون قريبة من بعضها طبعا نسبة إلى موقع الأرض. طبعا هناك أيضا مواقع الكواكب أو الكواكب في المجموعة الشمسية، المشتري وزحل والمريخ. طبعا هؤلاء الكواكب الثلاثة الذين نراهم بشكل بالعين المجردة، لكن هؤلاء الكواكب يعني لا يظهروا في نفس الموقع في نفس الوقت من السنة، لأن طبعا موقعهم يتغير مع حركة الأرض أيضا، ولأن الأرض تتحرك بسرعة أكبر بكثير من سرعة المشتري أو زحل مثلا، وربما لهذا السبب أصبحت حركة هذه الكواكب التي كانت يعني حركة عشوائية بالنسبة للإنسان البابلي القديم، فهذه الحركة العشوائية بدت شيء غريب، وربما أرادوا أن يعطوا معنى لهذه الحركة العشوائية، ولهذا بدأت هذه الأفكار بالظهور أنه إذا تطابقت كل هذه الكواكب الثلاث مع موقع معين من النجوم أو مع برج معين فإنه سوف يحدث شيء معين في الأرض، قد يكون هناك أمطار كثيرة، قد يكون هناك جفاف وإلى آخره من الأشياء المستقبلية التي ستحدث. ونحن نعرف أن البابليين كانوا متقدمين في علم الفلك، لكن في نفس الوقت علم التنجيم كان أيضا مع علم الفلك سوية، فالشخص الفلكي في ذلك الوقت هو أيضا يفهم في علم التنجيم. وهناك أدلة ومخطوطات من تقريبا 1950 إلى 1651 قبل الميلاد في ميسوبوتاميا أو في العراق، ومن هنا انتقلت هذه إلى الهند وإلى الصين. ونرى أن أول مرة ذكرت في الثقافة الهندية في تقريبا 1400 قبل الميلاد إلى نهاية القرون قبل الميلاد، وأيضا انتقلت إلى الصين تقريبا 1000 قبل الميلاد إلى 250 سنة قبل الميلاد. طبعا الافتراض هنا أنها انتقلت من العراق إلى الهند ثم إلى الصين وحتى إلى مصر، وعندما دخل الإسكندر الأكبر مصر فأخذت هذه الأفكار كما ذكرنا، علم الفلك مع علم التنجيم، نقلت إلى الإغريق ومن ثم انتقلت إلى الرومان. فتقريبا يعني بعد غزوات الإسكندر الأكبر انتشرت هذه فكرة التنجيم وفكرة أن موقع النجوم وموقع الكواكب يؤثر على حياة الإنسان وعلى مستقبله، تقريبا انتشرت في كل العالم القديم. هناك طبعا أفكار مختلفة في كل ثقافة أو في كل دولة. ففي الثقافة الصينية نرى أنهم قسموا الدوران هذه الأبراج إلى
12 سنة، وفي كل سنة يضعون حيوان معين، اسم حيوان معين على هذه السنة، وطبعا هذه الدورة تتكرر كل 12 سنة. والحيوانات هي مثلا الفأر، النمر، الثور إلى آخره. ويقولون أن أي إنسان يولد في خلال سنة الفأر مثلا سوف يأخذ خصائص حيوان الفأر، بمعنى أنه سيكون ذكي جدا، سيكون ماكر جدا، يبتعد عن المواجهة أو العراك مثلا، لأن الفأر أو الرات الجرذ عادة لا يحاول أن يتعارك لكنه يتجنب إلى آخره. فكل خصائص حيوان معين، طبعا الخصائص التي تنطبق على الإنسان أخذت من هذه الحيوانات، كل إنسان يولد في ذلك السنة يأخذ خصائص ذلك الحيوان. في الثقافة الهندية والتي انتشرت بشكل كبير كما ذكرنا في منتصف القرن العشرين، لأن هناك 12 برج، الأبراج معروفة حتى موجودة للعربية، برج الدلو، برج الحمل، العذراء إلى آخره، وهناك خصائص معينة لكل هذا البرج، وهناك أحداث خاصة مهمة جدا في حالة إذا ما أصبحت الكواكب كلها في نفس الخط، طبعا نسبة إلى الأرض فقط، مع الشمس أو مع القمر. يعني هناك تفاصيل أخرى طبعا، ويعني تدخل في تعقيدات كثيرة، لأن يعني العلم هذا تطور خلال 2000 إلى 3000 سنة، ولهذا يعني هناك كثير من العقول التي حاولت أن تحول هذا العلم إلى رياضيات وحسابات إلى آخره. طبعا رأي العلم بشكل عام عن موضوع التنجيم وموضوع أن الإنسان ممكن يتأثر بموقع النجم عندما يولد على الأرض، هذا تم دحضه تماما في القرن 19، وهناك كثير من التجارب التي أثبتت أن هذا الكلام خطأ. منذ زمن البابليين إلى مثلا القرن 17 أو 18 كانت جميع علماء الفلك يعني يعتقدون بوجود فكرة التنجيم وأنها فكرة صحيحة. وطبعا هذا مرورا حتى بالفترات الإسلامية والمسيحية، مع أن الأديان البراهيمية اعتبرت أن التنجيم هو كفر، أن المستقبل لا يعرفه إلا الله، ولهذا فهو حرم في هذه الأديان. لكن مع هذا نرى أن فكرة التنجيم ظلت مستمرة وظلت منتشرة حتى بين الطبقة العلمية. أول دلائل أن هذه الفكرة غير صحيحة بدأت عندما وضع نيوتن قانونه الشهير للجاذبية، والموديل اللي وضعه كوبرنيكوس للمجموعة الشمسية من أن الكواكب كلها تدور حول الشمس، وبهذه الطريقة يعني استطعنا أن نحسب حتى بعد كل كوكب عن الأرض، ومن ثم استطعنا أن نحسب حجم كل كوكب، ومن ثم نستطيع أن نحسب الكتلة، ومن الكتلة نستطيع أن نحسب القوة الجاذبية ما بين الأرض وأي كوكب من كواكب المجموعة الشمسية. وهذا طبعا بدأ يحدث في القرن 17 والثامن عشر. فبحسبة بسيطة الآن نستطيع أن نفعل حسبة بسيطة، فنقول أن جوبيتر أو الكوكب المشتري، وهو أكبر الكواكب في المجموعة الشمسية، هو تقريبا 318 مرة حجما أكبر من الأرض، لكنه 410 مليون ميل بعيد عن الأرض. فالمسافة يعني كبيرة جدا جدا، بمعنى أن الأرض تجذب الإنسان 34 مليون مرة أكثر من قوة جذب المشتري، وهذا يجعل قوة جذب المشتري تقريبا تأثيرها تقريبا صفر، يعني لا يوجد أي تأثير لهذه القوة على عقل الإنسان، على الخلايا، على خلايا الدماغ، أو على تكوين شخصيته مثلا، وبالتالي فلا يمكن أن تغير من طباع هذا الشخص مهما كان موقع مشتري أو مهما كان موقع أي كوكب في المجموعة الشمسية. فما بالك بمواقع النجوم التي هي طبعا محسوبة بالسنين الضوئية، حتى وإن كانت هذه النجوم عملاقة لكن المسافة يعني هائلة جدا جدا جدا، بحيث يكون تأثيرها تقريبا صفر، لا يمكن أن ترى أي تأثير على جاذبيتها على الإنسان. وهناك تجارب أيضا أجريت، يعني تجارب علمية، بحيث يعني جلبوا مجموعة من المنجمين
وأعطوهم مواضيع معينة حتى يستطيعون أن يتنبؤوا هل هذا الموضوع سيحدث أو لا. طبعا الأشياء قد تكون أسعار بورصة في السوق، قد تكون حالة جوية معينة، هل ستمطر مثلا إلى آخره. فرأوا أن تنبؤات هؤلاء المنجمين كانت مثل الحظ، لأنه أي شخص يتنبأ بأي شيء فيكون هناك 50% تحصل و 50% لا تحصل. فرأوا أن التنبؤات لا تفرق عن أي إنسان يتنبأ بأي شيء بدون أي حساب وبدون أي تفكير. فطبعا هذا أثبت أن يعني كل كلام المنجمين والطريقة التي يتنبؤون بها، وهي حسابات عديدة وحسابات رياضية معقدة على مواقع كما ذكرنا مواقع النجوم والكواكب، هي كلها طبعا خطأ وليس لها أي علاقة بالمستقبل. الشيء الغريب أن فكرة التنجيم انتشرت مرة أخرى في الغرب في منتصف القرن العشرين، ومنه انتقلت إلى الشرق الأوسط. فنرى أن المجلات اللبنانية والمصرية التي كانت منتشرة من خمسينيات القرن الماضي إلى الآن كلها بدأت تضع موقع لبرجك وحظك هذا اليوم. وكثير من الناس يصدقون أو حتى يتأثرون بالكلام الصحيح الموجود في هذه المجلات. والفكرة هنا هي تختلف بشكل عن فكرة التنجيم ومعرفة المستقبل بشكل محدد كما تذكره الطريقة الهندية، لأن هؤلاء المنجمين الذين يضعون حظك في المجلات يضعون أشياء عامة، يعني يضعون شيء يحصل لكل الناس وليس لشخص معين أو لفئة معينة من الناس. فعندما يقول ستسمع خبر جيد أو ستسمع خبر سيء، أو ستسمع من شخص أو صديق قديم، أو ستستلم رسالة من شخص، أو ستستلم مال أو ستفقد مال، طبعا هذه الأشياء تحدث بشكل مستمر في المجتمع. فهم يأخذون هذه الأشياء التي تحدث بنسبة عالية ويضعونها طبعا في كل الأشهر، ويضعون صفات معينة تحدث لكل إنسان. فمثلا يقولون أن قد تكون تغضب في أوقات معينة لكنك تسامح في أوقات معينة. طبعا كل الناس يغضبون في أوقات ويسامحون في أوقات، لا يوجد هناك شخص غاضب 24 ساعة في اليوم، لأن هذا الشخص سيصبح عنده جلطة يعني خلال سنين قليلة. أو يقول أنك شخص متسامح لكنك شديد. طبعا كل إنسان هو متسامح مع الأشخاص الذين يعرفهم، أصدقائه مثلا، لكنه شديد مع الناس الذين يخونونه. فهذه الصفات الإنسانية موجودة في كل إنسان، فهم يختارون طبعا أيضا يختارون الصفات التي موجودة تقريبا في 70% من الناس. فإذا عندما يكتب هذه الأبراج وحظك وإلى آخره، فهو يغطي 70% من الناس، ولهذا 70% سوف يرى هذه مهما كان طبعا شهر البرج وما كان الشهر الذي أتى فيه، سوف يرى أن هذا إعجاز، لأنه فعليا ينطبق على شخصيتي أنا كشخص. وأنا أيضا كنت مقتنع بهذا الكلام عندما كنت مراهق، والآن أنا أفهم يعني لماذا خدعت كما يخدع كثير من الناس. هذا ما أردت أن أقوله اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة